الحقيقة كنت كده في مهمة سريعة اضطرتني ظروف، وكنت موجودة خارج البلاد وتحديدا في فرنسا. وطبيعي جدا لما الإعلامي بيتحرك بره القطر المصري أو خارج مصر، عينك دايما بتتابع الأخبار وعينك دايما بتتابع الحال وبتشوف إيه اللي بيحصل في العالم، هل في تغير، هل عندهم مشاكل. فمن أول ما وصلت الحقيقة المطار وأنا شايفة دايما الضغط اللي موجود عندهم كبير جدا، زحام وطوابير، وتبقى مستغرب يعني إيه كم الزحام اللي موجود، طب ما فيش موظفين بما فيه كفاية. الإجابة إنه من أيام الكورونا وهم لسه بيستعدلوا الإمكانيات اللي حواليهم، مش قادرين يجيبوا طاقم أكبر عشان يكفي العدد، فالمسافرين بينتظروا بالساعة وبالساعتين وبالثلاثة. أول ما توصل إلى العاصمة الفرنسية وتحديدا في أشهر شارع في باريس، شارع شانزليزيه، لأني متعودة وزرته كتير جدا، فعيني بتجوب الأماكن اللي كانت موجودة، فتلاقي أعداد كبيرة جدا يعني تم إغلاقها، وتستغرب لأنه دي كيانات اقتصادية ضخمة، يعني لما تلاقي مطاعم ضخمة، محلات ضخمة، وتسأل يعني إيه السبب؟ قال لك لأنه في عدد من البطالة وما فيش الإقبال الكبير، ارتفاع الأسعار، الاقتصاد مش بالحال الكبير، وحتى الأماكن اللي بيتم إغلاقها ملهاش بدائل، فتلاقي راحوا عاملين الحيطة ملونينها حاجات كده غريبة وتستغرب. فوقفت كمان واستغربت أكتر، طيب المحلات أنا ممكن أفهم، لكن كمان دور السينما، يعني من أشهر السينمات اللي موجودة في الشانزليزيه، وتحديدا ليه؟ عشان هذه السينمات بتبقى يعني الترجمة فيها باللغة الإنجليزية، فدي كمان تم إغلاقها. فيعني واضح أنه لم يعد هناك إقبال، ولم يعد هناك أيضا إمكانات لدعم، لأنه هذا الشارع من أغلى طبعا الشوارع في العالم، فنسبة الإيجار فيه عالية، فممكن الناس اللي فاتحين الأماكن دي بقى صعب عليهم، فتم إغلاق كل هذا. تبص بقى على الأسعار تلاقي لا، الأسعار طبعا تم ارتفاعها يعني بشكل نسبي كبير بالنسبة للعام الماضي، فأنت تقعد تستغرب فتقول طيب وليه احنا بقى لما بنيجي في مصر وتلاقي بعض الاصوات وتقول لك شفت الاقتصاد بره عملوا حلول ازاي؟ شفت بيتصرفوا ازاي؟ لا، انا عايزه اقول لهم شفتوا كم المحال مغلقه بقت عامله ازاي؟ ومحلات كبيره جدا واقتصادها عظيم، يعني كان يبقى واقف طابور طويل جدا عشان يدخل هذه المحال. فبالطبيعه يعني طبعا نحن نتمنى للعالم كل الخير كما نتمنى لانفسنا، فاذا العالم كله يمر بازمات، وما علينا الا ان نجد الحلول بدلا من ان نشتكي ليل نهار. الحل والعمل هو الحل اللي ممكن ينير أي طريق لأي دولة. نبدأ أخبارنا النهاردة، والخبر الأول عندي في التاسعة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقباله لأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس بايدن للرئيس السيسي، منوها بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وأيضا ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد المباحثات بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. كما حرص وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع السيد الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة. أنتوا طبعا عارفين أنه يعني بلينكين لما بيبقى موجود في المنطقة ما بيبقى عنده أكثر من زيارة، وبيبقى الختام بيبقى موجود هنا في القاهرة، لأننا كلنا نعلم أن القاهرة أو مصر لديها مفتاح مهم في هذه القضية. خلينا نتباحث أكثر وتفاصيل أكثر مع المفكر السياسي دكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير دكتور عبد المنعم. مساء النور. أهلا وسهلا. يعني حضرتك كده أطلعنا على هذه الزيارة، خاصة وأن يعني كانت هناك مباحثات، كان هناك قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي والملك عبد الله وأيضا الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وما دار أيضا في لقاء السيد الرئيس بأنتوني بلينكين. تفضل. أيوة، الحقيقة يعني في جهد كبير جدا يبذل في هذه المرحلة لمحاولة يعني تهدئة الموقف والتوصل إلى
نوع من الطريق المسار منه المبادرة المصرية ذات الأجزاء الثلاثة المعروفة اللي فيها جزء يتعلق بوقف إطلاق النار، جزء يتعلق بتشكيل يعني زي حكومة انتقالية فلسطينية وده يتم بين الفلسطينيين وبعضهم البعض، ثم وضع مسار للتسوية الأخيرة التي تتعلق بمسألة حل الدولتين. الثلاث يعني مراحل دول يبدو كده كأنهم بساط، لكن في الحقيقة كل جزء منهم معقد تعقيد شديد. ربما المرحلة الأولى المتعلقة بوقف إطلاق النار يعني كانت جزء أساسي من الحركة الخاصة بوزير الخارجية الأمريكي اللي هي بدأت بزيارات لليونان وتركيا يعني قطر، الإمارات، السعودية، ثم إسرائيل، وأخيرا مصر. هذه الجولة كلها تحاول أن تجعل هناك يعني مسارا قويا أنه وقف إطلاق النار يحدث، ويؤدي ذلك إلى وقف طبعا المذابح الجارية في غزة بالذات، وأنه أيضا منع الأزمة من التوسع الجاري اللي هو يعني يوجد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وعلى جبهة البحر الأحمر. كل دي يعني موضوع للمباحثات التي جرت حتى الآن. لا تزال يعني القضية نقدر نقول عليها أنها ساخنة، أنها مشتعلة، لكن نرى على جانب آخر هناك بدايات للتحضير كيف يتم الخروج من ذلك. بالطبع العقبة الرئيسية هو الحكومة الإسرائيلية الحالية اللي هي موجودة، واللي هي يعني نتنياهو يعني لا يزال يعني ومن معه من أعضاء الحكومة بتاعته غير يعني طيعين نستطيع أن نقول لأخذ خطوة كبيرة في سبيل الـ يعني الانتقال من الوضع الراهن إلى وضع أفضل. الولايات المتحدة الآن تستجمع نفسها يعني من ناحية التقرير الذي سوف يقدمه بلينكن للرئيس بايدن، خاصة أنه العالم العربي كله أدى الأمور بالفعل يمكنها أن تسهل هذه المسألة، لكن هناك فجوة موجودة ما بين الولايات المتحدة الآن وإسرائيل، وربما هذه الفجوة أيضا تزيد مع عرض القضية كلها على محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يعني عرضت يعني قامت جنوب أفريقيا بتقديم ادعاء يعني يتهم إسرائيل عن أنها تقوم بأعمال إبادة جماعية للشعب أكيد. الفلسطيني، وبالتالي هناك حالة يعني نقدر نقول حنق إسرائيلي كبير، لأنهم يعني يتصورون أن هم ما يحدث مجرد يعني حرب، ويتحدثون كثيرا عن ما كان يجري في الحرب العالمية الثانية. أكيد أنا أمريكا ودول أخرى تجاه الدول الأخرى بالذات ألمانيا واليابان وإلى آخره. أكيد أتفق مع حضرتك جدا. الوضع الآن يعني نقدر نقول أنه مشدود شوية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة. طيب السؤال هنا يعني أتفق في كل ما ذكرته حضرتك، ولكن خليني أيضا أخذ من حضرتك يعني أيضا يعني 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 تطلعنا ببعض أيضا الآراء. إذا كنا نرى هذه الفجوة الآن التي موجودة ربما كما قرأتها حضرتك بين أمريكا وإسرائيل، وأيضا الغضب الموجود داخل المجتمع الإسرائيلي لأن هناك خسائر كثيرة، وهناك لم تحقق الحرب بالنسبة لهم ما كانوا يتصوروا. أيضا هناك في المجتمع الإسرائيلي ولأول مرة نزوح من المستوطنات، وهذه ربما يعني تعد السابقة الأولى أن يضطرون إلى الخروج والسفر وأن يتركون البلاد ويتركون المستوطنات التي هي في غلاف غزة أو بالقرب من غزة. هل ترى أن هذه الفجوة الموجودة من الممكن الضغط عليها والعمل عليها حتى نصل إلى أي حلول، أولها وقف إطلاق النار؟
يعني طبعا نبذل جهد، مصر تبذل ودول عربية أخرى جهود فائقة في هذا الشأن، وأعتقد أن احنا نسير في الاتجاه الصحيح. لكن طبعا هذا الاتجاه الصحيح كما نرى في أي يعني نشرة أخبار الآن وصور من غزة، نقدر نقول أنه المذبحة لا تزال قائمة. يعني كل يوم يزيد الأمر على 100 قتيل، الأطفال تتعرض إلى يعني كثير من نقدر نقول الجرائم التي تتم. فبالنسبة لهؤلاء يعني الوقت يعني لا يمكن التفريط فيه، لأنه يريدون وقف إطلاق النار الآن ووقف هذه المذابح الآن. إنما عايز أقول إن احنا يعني الفجوة القائمة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي فجوة حقيقية، لأنه يعني في اطلاع طبعا على ما يحدث، ولا تريد الولايات المتحدة أن يعني تندرج في هذه الاتهامات أمام المحكمة اللي هو مؤكد أنه سوف تأتي، يعني باعتبارها الولايات المتحدة باعتبارها تقدم معونات كثيرة لإسرائيل. أكيد. هناك أيضا الولايات المتحدة لا تريد اتساع الحرب، خاصة كما نرى أن الأمر في البحر الأحمر أثر تأثير سلبي بشكل كبير على التجارة العالمية. أكيد أكيد. أما فإن هناك يعني ضغوط جارية، إسرائيل تدريجيا يعني بتوضع موقع الاتهام، العالم برضو يرى أن التاريخ لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، وإنما هناك تاريخ كبير ما قبلها. وفي الحقيقة الجهد اللي قام به الأشقاء في جنوب أفريقيا يشكروا عليه، أكيد جهد رائع بالنسبة لوضع إسرائيل في موضع الاتهام الكبير. يعني أكيد. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، على كل هذه التفاصيل. زي ما سمعتم كمان أنا شايفة أنه محكمة العدل الدولية وأيضا يعني المرافعة الخاصة بجنوب أفريقيا ووضع إسرائيل بين قوسين بأنها تقيم الإبادة في قطاع غزة، أعتقد هي سابقة أولى من نوعها. وأتمنى أن مع ما يحدث في هذه المحكمة وما يحدث أيضا من قمم وأيضا وجود بلينكين في المنطقة وهو أيضا في ختام زيارته في مصر، أتمنى أن يكون هناك أي بارقة لوقف إطلاق النار خاصة لما يحدث في غزة. نحن نقترب من أكثر يعني من 100 يوم على هذا الحرب، ونتمنى أن يرى هذا القطاع بصيص من النور والسلامة والإنسانية. بعد فاصل قصير نتواصل مع حضراتكم، مجموعة من الأخبار تأتيكم الليلة في 9، أرجوكم عودوا إلينا. تعالوا نروح مع بعض كده إلى بلدنا وشأن بلدنا، وخصوصا مشروعاتنا الاقتصادية المهمة جدا اللي بتحاول مصر طول الوقت تشتغل على كل مواردها واللي تقدر تعدي بيها أيضا إلى اقتصاد أكثر سلامة وأكثر استقرار. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة بعدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية المختلفة، لا سيما المرتبطة بمحور قناة السويس ذي الأهمية الاستراتيجية وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بتلك المناطق لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المتنوعة، وذلك أيضا زيادة فرص التشغيل، دعم الصادرات اللي ممكن نصدر بيها. كما أشار إلى أن الزيارة ستشمل أيضا تفقد عدد من المشروعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والصغيرة، بما يكرس أيضا تحفيز الدولة الدائم للمشروعات الاستثمارية الإنتاجية. وده الحقيقة إحنا طول الوقت بنتابعه على فكرة، حتى حضراتكم لو كنتم يعني
بالفرصة بتبقوا موجودين في منطقة السخنة وقناة السويس هتلاقوا كم المشروعات الواضح جدا على الأرض كبير جدا، وطول الوقت هذه المنطقة فيها عمل دؤوب وفيها استثمارات كثيرة جدا وفيها شغل لا ينتهي. يعني طول الوقت وانت رايح جاي على السخنة أو هذه المنطقة العمل لا ينتهي أبدا. أجرى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي أيضا يعني هذه الجولة وعدد من المشروعات زي ما حضراتكم متابعين في الصورة، مشروعات صناعية وفي المنطقة الاقتصادية اللي فيها كل المشروعات الخاصة بمنطقة قناة السويس، وكمان كان معاه الفريق كامل الوزير وزير النقل ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس. خلال هذه الجولة اللي حضراتكم بتتابعوها أكد السيد رئيس الوزراء كمان أن هذه الزيارة بتعكس اهتمام الدولة بتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية المختلفة. الزيارة بدأها رئيس الوزراء بمجموعة شركات حديد عز زي ما انتم شايفين، وكان في استقباله الحقيقة يعني عفاف عز مدير تطوير الأعمال بالمجموعة، وأيضا كمان العضو المنتدب ساهر الفار العضو المنتدب للشركة، وحسام فهمي نائب المدير العام للشؤون الفنية، حيث تفقد مدبولي المرحلة الثانية من المشروعات الخاصة بالشركة المتخصصة في الصناعات الثقيلة. زي ما انتم متابعين الصورة فيها الحقيقة جولة متنوعة، فيها شرح، فيها عرض، فيها كل الإمكانات وما تقدمه هذه المنطقة، وأيضا شركة حديد عز هذه الصناعات الثقيلة. والحقيقة يمكن الجولة كلها بتبرز قد إيه الدولة بتهتم بالتنمية والمشروعات والاستثمارات الاقتصادية المتنوعة. تعالوا نتابع مع بعض هذا التقرير. قلعة صناعية مصرية واسم ناجح في مجال الصناعات الثقيلة، إنها مجموعة شركات حديد عز للحديد والصلب. نحو 6 مليارات دولار إجمالية الاستثمارات في مجمعات حديد عز بالسخنة والدخيلة ومدينة السادات، تنتج نحو 6,200,000 طن من الصلب خلال عام 2023، تشمل 2,800,000 طن من حديد التسليح الأطول و 2,300,000 طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن، و 800,000 طن من لفائف أسلاك الصلب، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة بالشركة حوالي 10,000 فرد، نصفهم تقريبا من المهندسين والفنيين. حققت الشركة صادرات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2023، وسط توقعات بوصول صادرات الشركة إلى 1.750 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ويتم تصدير منتجات الشركة إلى 35 دولة. وإيمانا من الشركة بالبعد البيئي، كان الحرص على استخدام الطاقة النظيفة، حيث تستخدم الشركة تكنولوجيا الحديد المختزل باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية في أفران الصهر. أما بشأن خطط التوسعات المستقبلية للشركة، فتتضمن تنفيذ مشروعين جديدين. الأول هو مشروع إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية 1,000,000 طن سنويا، ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 3,300,000 طن سنويا لتغطية الصادرات وتلبية النمو المتوقع في السوق المحلية، إلى جانب إضافة وحدة للمعالجة الكيميائية لزيادة القيمة المحلية المضافة. بينما يتضمن المشروع الثاني إنشاء مصنع لألواح الصلب بطاقة إنتاجية 1,000,000 طن سنويا بهدف تلبية الطلب المحلي في مجال صناعة السفن والشحن البحري والإنشاءات وخزانات الغاز. الصورة دايما بتأكد لنا ان احنا في 2024 دايما هنتابع معاكم كل ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات اقتصادية وخاصة بالتنمية. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل مع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني حضرتك أطلعنا على هذه الجولة التفقدية الذي قام بها رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وكانت الحقيقة جولة متنوعة اليوم.
في الحقيقة فندم الجولة كانت بتأتي في إطار حرص دولة رئيس الوزراء على متابعة معدلات التنفيذ وخطط العمل الوطني في مختلف القطاعات. الجولة اليوم تناولت منطقة تطوير ميناء العين السخنة وكذلك المنطقة الصناعية المجاورة لها في إطار متابعة أنشطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهود وزارة النقل وهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما أعلننا من قبل نجحت خلال الستة أشهر الماضية في منح موافقات لمشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو 1.8 مليار دولار. المنطقة الاقتصادية بالرغم من وكما ذكرت حضرتك بالرغم من أنها في بداية عملية التطوير وإنشاء المنطقة الاقتصادية إلا أنها بالفعل كما ذكرت حضرتك نجحت في جذب العديد من المشروعات. دولة رئيس الوزراء طبعا أكد اليوم على الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود الكبيرة التي تقوم بها أيضا وزارة النقل في تطوير المنطقة وخاصة ميناء العين السخنة. المنطقة بتمثل فرص واعدة لمصر في مجال التصدير، في مجال توظيف الشباب المصري، في مجال توطين الصناعة وتطوير الصناعة، في مجال نقل التكنولوجيا. أيضا المنطقة بتوفر فرص كبيرة في زيادة الصادرات، وكما ذكرت كما ذكر التقرير اللي حضرتك عرضتيه انه فعلا لو اخذنا على سبيل المثال شركه حديد عز على سبيل المثال قامت خلال بتصدر سنويا بنحو 1.5 او مليار ونصف المليار دولار سنويا. اذا نحن نتحدث عن امكانيات واعده كبيره. الزياره ايضا لم تشمل فقط مصنع حديد عز ولكن شملت 5 مصانع أخرى في صناعات المتوسطة والصغيرة. هناك صناعات أو مصانع مصنع خاص بإكسسوارات التلفونات المحمول وبعض منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هناك أيضا مصانع تقوم بإنتاج المنسوجات والفايبر جلاس والعزل الخاص بالبحيرات والترع والمصارف. هناك أيضا مصنع يقوم بتوفير مستلزمات الإضاءة ومنتجاتها من كشافات في الشوارع والحدائق. هناك أيضا إنتاج متعلق بالأنسجة الخاصة بصناعات المناديل الورقية. إذا نحن نتحدث عن منتجات عديدة في صناعات عديدة، وبالمناسبة جزء كبير من أو بعض هذه المصانع جزء كبير من إنتاجها يساهم في مبادرات والمشروعات القومية والمبادرات القومية مثل حياة كريمة. دولة رئيس الوزراء أكد إنه الاستثمارات في منطقة قناة السويس هي استثمارات أيضا تأتي جزء منها بالشراكة مع مستثمرين أجانب وشركات كبرى أجنبية من دول كبرى مثل الصين ودول مثل تركيا وعدد من الدول الأوروبية. هناك نقطة إيجابية يا فندم شهدناها اليوم وأكد عليها دولة رئيس الوزراء، وهي أن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت العديد من المصانع والشركات العاملة في منطقة قناة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعميق نسبة المكون المحلي في صادراتها. احنا بنتكلم على انه اغلب المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بتصدير نحو 70% من انتاجها للخارج. تمام. وبالتالي وصلت نسبة المكون المحلي في الصادرات او الصناعات في المنطقة الاقتصادية لنسبة 70% فأعلى. إذا هناك فرص واعدة وهناك تطوير مستمر في المنطقة، والحكومة تدعم هذا كافة هذه الجهود لأنها في النهاية تصب
في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعميق الصناعة قاطرة الاقتصاد المصري. أكيد، وهذا ما نتمناه. هذا الرقم اللي حضرتك قلت لنا عليه، وهي 70% من المكونات من المنتج المحلي يتم تصديره، أعتقد ده شيء مهم، ونأمل في زيادة هذه النسبة بإذن الله. صناعات كثيرة متوسطة صغيرة وكبيرة وثقيلة أيضا في هذه المنطقة الاقتصادية، نتمنى التوفيق ونتمنى أيضا أن تظل العمل فيها حتى نصل إلى يعني نتائج كمان بانتهاء كل هذه المشروعات. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم كده شفتوا، أنا بحب قوي لما تكون الكاميرا موجودة في موقع العمل، ودايما كنت بحلم وبتمنى بأنه نحن عندنا حكومة موجودة على الأرض، لأنه يعني يمكن المرحلة اللي احنا موجودين فيها بنأمل بملف اقتصادي مختلف، بنأمل بتناول مختلف للملف الاقتصادي. انت بتشتغل على الأرض وبتنمي مشروعاتك الاقتصادية، وأيضا بتحاول ان انت كل منتج موجود في مصر نقدر ندعمه، ونقدر كمان نستغنى عن حاجات كنا بنستوردها قد ما نقدر، ونصدر المنتج بتاعنا بشكل كبير، يبقى النسبة المكون زي ما ذكر سيادة المتحدث تكون قرابة 70%. أعتقد ده هيكون بالنسبة لنا أفضل بكتير، ويحصل توفير كبير جدا في الفاتورة اللي بنستورد بيها الاستراتيجية. وطول ما أنت بتقلل الاستيراد عندك، طول ما أنت بتقلل العملة، فأنت بالتالي بتقدر يبقى عندك شوية مرونة تقدر تشتغل بيها في الموازنة العامة بشكل عام. طيب خلينا كده نروح لخبر تاني، ونقول من يوم 7 أكتوبر وكل يوم الحقيقة يعني هذا التاريخ يعني مش ممكن ننساه، يعني احنا بالذات في مصر من يوم 7 اكتوبر ملناش سيره غير اهالينا في قطاع غزه. ايه اللي بيحصل؟ ايه التطورات اللي موجوده على الوضع؟ مين استشهد؟ ايه الجديد؟ والتصعيد اللي بيحصل، وبنتابع الوضع الحقيقه بشكل كبير جدا. والغريب كمان هو زي متابعتنا للوضع ومحاوله ان احنا الدعم والوقوف بجانب اهالينا، لكن بنلاقي الجانب الاسرائيلي الاصرار الكبير من هذا الجانب على زيادة التصعيد والاستمرار طول الوقت في أنه قطاع غزة يكون يعني الحقيقة مدمر، لأنه في أجزاء تقريبا شبه مدمرة. كل الظروف الحقيقة بتؤكد الكمية الخسائر الكبيرة واللي بيقوم بها الاحتلال، سواء على المستوى البشري أو حتى في البورصة أو حتى الوضع العام بشكل كبير جدا. خلينا كده نروح ونقرأ أيضا يعني تحليلا سياسيا فلسطيني هذه المرة مع دكتور عبد المهدي مطاوع. دكتور عبد المهدي مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك وعلى الساده المشاهدين. يعني دكتور عبد المهدي، يعني نحن دائما يعني قرابه تقريبا يعني نقترب من 100 يوم على هذه الحرب، نحن دائما نبدا الكلمات بهذا الكابوس والاباده والاوضاع اللا انسانيه الموجوده في قطاع غزه. كيف تقرا المشهد مع المحاولات الكبيرة لإيقاف يعني إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة؟ يعني أولا يعني لا يمكن أن نسمي هذه حرب ولا صراع، ما يحدث هو إبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إذا عدنا إلى حقيقة هذه الإبادة هي الوضع الديموغرافي. إسرائيل منذ سنوات طويلة ولديها هاجس التغير الوضع الديموغرافي في فلسطين التاريخية. من يوم 7 أكتوبر وجدت إسرائيل ضالتها، وبررت لهذه الضالة ببروبوغندا مسبقة اكتفت بها العالم حتى تبرر ما يحدث اليوم. إسرائيل قامت بتدمير البنى التحتية بشكل كامل في قطاع غزة، سواء كانت هذه البنى التحتية تتعلق بصحة أو تعليم أو حتى على مستوى السكن، كل ذلك بهدف تحويل قطاع غزة إلى بيئة طاردة للسكان. يمكن أن تبدأ بعد اليوم التالي لهذه الحرب أن تبدأ بحرب داخلية أخرى، والحرب ليس مقصود بها قتال ولكن معاناة شديدة.
نتيجة لغياب كل أشكال الخدمات وتحول المنطقة إلى مكان لا يصلح للحياة. صحيح. وهذا سيدفع بشكل أو بآخر ظهور خطط التهجير تحت راية الإنسانية ودعم الإنسان. وهذا ما تهدف إسرائيل إليه بشكل رئيسي. هذا جانب. الجانب الآخر، نتنياهو عمل على مدار 16 عاما على مشروع أساسي وهو عدم إقامة الدولة الفلسطينية. وعدم إقامة الدولة الفلسطينية يعني أن تبقى غزة في ناحية والضفة في ناحية أخرى بدون كيان سياسي يربطهم معا، بحيث يصبح جزء واحد. في حال هناك مسار سياسي من الممكن أن يؤدي إلى دولة فلسطينية. لذلك إسرائيل لديها رؤية في اليوم التالي للحرب. هذه الرؤية تدفع بشكل أو بآخر إلى عدم وجود رابط بين غزة والضفة. لذلك هي تقول أنها دخلت المرحلة الثالثة من الحرب، وهي بمعنى آخر هو احتلال، ولكن احتلال بشكل مختلف. ليس بالضرورة أن تكون داخل المدينة، ولكن تحيط بمداخلها بمفاصلها، تستطيع الوصول لأي نقطة في المدينة في أي لحظة برا أو جوا. هذه هي خطوط المرحلة الثالثة للحرب في إسرائيل. ونتنياهو يريد إطالة أمد هذه المرحلة لأطول فترة ممكنة لخدمة أهدافه، سواء على الصعيد الداخلي نتنياهو أو حتى على صعيد تغيير قد يحدث دوليا من الممكن أن يساعد نتنياهو. أكيد. طب سؤال هنا دكتور عبد المهدي، سؤال يعني الصورة الحقيقة تتكلم من داخل قطاع غزة والعيش الآن داخل المخيمات، يعني أهالينا في قطاع غزة عدد كبير منهم أصبح يعيش داخل هذه المخيمات. هل ترى إسرائيل تصدير هذه الصورة حتى يرتفع الصوت الدولي الذي كان صامتا في كل المراحل، يرتفع الآن لينادي بالتهجير؟ يعني ربما إسرائيل أخطأت في جانب أنهم أعلنوا، لكن هي في الحقيقة لا تحتاج إلى إعلان إلى موضوع التهجير. ومنع التهجير لا يأتي بمجرد تصريحات كما يعلن دول كثيرة من دول العالم في العلن أنها ضد التهجير، وهي في الحقيقة تقوم بخطوات لتسهيل عملية التهجير. هناك عدة دول أوروبية تقوم بهذه الخطوات في أوروبا وفي الأمريكتين. تمام. وهذا واحنا نحن الآن، فما يعني فتخيلي بعد مثلا 6 أشهر أو بعد سنة. لا يوجد تعليم في غزة، أكثر من ثلثي المدارس تم قصفها. طبعا لا يوجد حياة أصلا، لا يعني يوجد. لا يوجد حياة في هذه الصورة التي نراها. إذا أردنا يعني أن نرى الموضوع من ناحية استراتيجية، فهناك خسائر فلسطينية مخيفة على الناحية الاستراتيجية. أكيد. على الناحية المعنوية نعم هناك بعض المكاسب على الناحية المعنوية، لكن على الأرض الوضع مختلف. لم يعد هناك يعني الذي يحصل على خيمة في قطاع غزة هو محظوظ أنه وجد خيمة، وجد مكانا يستر هو وأبنائه وأطفاله، لا ينام في العراء، ومع ذلك لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة. وأعتقد أنه ربما القمة التي حدثت في العقبة والتي ضمت مصر والأردن وفلسطين ليست من فراغ، ولكن من المخاطر التي تتعرض لها القضية، خصوصا أنه جولة بلينكن بالرغم من الدعاية الكبيرة لها في المنطقة، إلا أنه بلينكن يسوق الرؤية الإسرائيلية. هذا أمر يعني صحيح مفجع. وفي إسرائيل أثناء وجوده في إسرائيل أكد ذلك عندما قال في جملة من أهم ما قال وتلخص الرؤية الأمريكية، أنها تدعم إسرائيل في خطواتها وحربها حتى لا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر. وبعدها بقليل المتحدث باسم البيت الأبيض قال أن الولايات المتحدة ضد وقف إطلاق النار.
إذن هذه حرب الولايات المتحدة، وهذا موقف الولايات المتحدة الحقيقي، ونحن في مأزق في الحقيقة، لأن الجهة الوحيدة التي تستطيع فرض وإجبار إسرائيل على التوقف هي الولايات المتحدة، وللأسف هي تخوض الحرب مع إسرائيل. صحيح، هي شريك أساسي وواضح منذ البداية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني. مهما تكلمنا، ولكن يمكن الشيء الوحيد اللي طمنا أنه عندنا مصر مهما كانت الجولة بتاعة بلينكين في المنطقة كانت زي ما قال دكتور عبد المهدي هي جولة بتروج لأفكار وأهداف وخطط إسرائيل، ولكن هذه الأهداف والخطط تنتهي عندما يأتي إلى مصر، لأن في مصر هناك صوت واحد قوي محدد له رسالة واحدة: وقف إطلاق النار، لا للتهجير، وأن تعود القضية الفلسطينية إلى أن تصبح دولتين، دولة فلسطين وإسرائيل. وهذه هي الأفكار والخطط المصرية ولا بديل لها طول الوقت. الحقيقة القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر لا تصمت ولن تصمت أبدا طول ما هي موجودة ضد أي مقترحات أو آراء خارج الصندوق بالنسبة لإسرائيل، ولكن مصر محددة واضحة طول الوقت. خلينا ناخد حضراتكم إلى خبر رياضي، خلينا نروح للرياضة شوية لعلنا يعني نرى بعض أو بصيص من النور. وصلت امبارح بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وطبعا وصلوا إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية. الكأس الأمم الإفريقية تنطلق يوم السبت بإذن الله 13 يناير، منتخب مصر في المجموعة الثانية، وطبعا هيبدأ ماتشاته بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد، وطبعا كلنا إن شاء الله عندنا أمل كبير. مباراة أعتقد هتبقى ما بين الساعة 6 أو الساعة 7 غالبا، وبعدها هيكون في هتبقى تقريبا في الوقت ده. فخلينا كده نروح ونتابع معاكم يعني ما سيحدث في المباراة المتتالية مع كابتن ضياء السيد اللي يطلعنا كمان عن أجواء المعسكر وعلى حالة المنتخب المصري. كابتن ضياء السيد مساء الخير. مساء الخير استاذه شفقي، اهلا بيكي. انا عارفه طبعا انه يعني حضرتك مش هناك، ولا انا عارفه ان انت متابع جيد جدا وكانك هناك، فقول لنا ايه الاخبار؟ يعني كلمنا طبعا الجمهور المصري وكلنا في حاله ترقب لهذه البطوله، وكلمنا عن حاله المنتخب والاستعداد. هو في الحقيقه يعني الحاله العامه في البلد كلها، من اول القياده فوق، القياده السياسيه لاتحاد الكوره للجمهور للقنوات الرياضيه حتى قنوات التوك شو زي حضرتك، في اهتمام كبير جدا المره دي بالمنتخب، وفي اهتمام بان احنا ان شاء الله نرجع بالبطوله. فالحاله الروح المعنويه بين اللعيبه مرتفعه جدا، بين الجهاز الفني مرتفعه، كل حاجة متوفرة بشكل مثالي للمنتخب، بحيث انه في رغبة شديدة جدا وفي دعم من قبل البطولة بشكل كبير، زي ما بقول لك اهتمام البلد كلها اكيد بالمنتخب. فالحالة كلها في حالة تفاؤل وحالة شحن معنوي كبير جدا لمنتخبنا ولاعيبتنا، فالامور كلها ماشيه باتجاه كويسه. يبقى بقى بانطلاق البطوله والباقي كله على الجهاز الفني واللعيبه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب مردودهم يبقى قوي ان شاء الله باذن الله. طيب مصر الحقيقه منتخب مصر في المجموعه الثانيه، اولا عايز اعرف قبل ما نتكلم على المجموعه الثانيه، عايز اعرف الماتشات الوديه اللي لعبتها مصر كنت شايف الاداء عامل ازاي؟ والله خلال المعسكرات وتصفيات كاس العالم والتصفيات الافريقيه والمباريات الوديه كمان، فالامور ماشيه بشكل كويس، حاله اللعيبه كويسه، اللعيبه جايه من انديتها، حتى المحترفين بره كانوا ادائهم عالي جدا في مع انديتهم، صلاح ومرموش وتريزيجيه وحجازي كلهم، والنني كل ادائهم كان مع فرقهم كانت فورمه كويسه. لعيبه اللعيبه اللي هنا لعيبه الاهلي معنوياتهم مرتفعه، واخدين
لاعبين في كاس عالم للانديه ولاعبين في بطوله افريقيا ولعيبه الزمالك وبقيه اللعيبه كلها فورمتها كويسه جدا، فاداء اللعيبه في مستوى عالي في روح نفسيه كمان عاليه. طيب طبعاً. عايز اعرف لو احنا بنتكلم على المجموعه الثانيه اللي مصر موجوده فيها واللي بتلعب فيها، وضعنا ايه في المجموعه الثانيه؟ هو طبعا بالنسبه اللي احنا معانا موزمبيق وكاف فيردي الراس الاخضر وغانا، احنا رقميا في اخر سنه وحتى مستوى احنا اعلى بكتير، فان شاء الله نامل ان احنا ناخد اول مجموعه. هنبتدي بموزمبيق ثم غانا ثم كاف فيردي الراس الاخضر، الثلاث مباريات ان شاء الله في المتناول، لكن البدايه مهمه جدا طبعا. البدايه بتبقى دايما بتبقى يعني عنوان كويس جدا بالنسبه للفرقه، لكن احنا الحمد لله في فروقات كبيره جدا بيننا وبين الثلاث فرق، مهم جدا نطلع اول مجموعه عشان اول مجموعه بيلاعب احد التوالد من المجموعه الثالثه، فالتوالد دي يعني احنا هنوصل لدور الثمانيه ان شاء الله، وتبتدي البطوله فعليا بقى من دور الثمانيه، هتقابل المنتخبات القوية اللي هي المرشحة زينا، احنا من على رأس الفرق المرشحة للبطولة طول الوقت مصر، احنا اكتر دولة واخدة البطولة دي واخدينها 7 مرات، اكتر دولة بعدينا 5 بطولات هي الكاميرون، بعد كده ما كل واحد واثنين، فاحنا ان شاء الله مهم جدا في دماغنا ان احنا نحقق التامنة عشان نتوج بيها بإذن الله. أكيد أنا هاخد أمنياتك وأمنياتي ونحقق التامنة، وأشكرك كابتن ضياء السيد، وأنتقل على طول كمان إلى يعني كابتن طارق السيد، وأسأل كابتن طارق السيد سؤال كده وأسأله، يعني إذا كنا بنحلم إن إحنا ناخد البطولة وإن إحنا بجد نحقق هذا الفوز ومش بعيد عننا، يعني خدناه أكتر من مرة كأس الأمم الإفريقية، ولكن كلمني عن المباراة الأولى، توقعاتك مين اللي انت متخيل يبقى في التشكيل ويقدر يعني نعدي المباراة الأولى، لأن هي دايما بتبقى مهمة. أكيد طبعا، يمكن الماتش الأولاني بيبقى مهم جدا بالنسبة لمنتخب مصر. الأول طبعا مساء الخير على حضرتك، مساء النور كل مستمع حضرتك طبعا أو مشاهدين حضرتك. أكيد ماتش مهم جدا الماتش الأولاني، والانطلاقة الأولى هي اللي بتدي يمكن الانطباع، يمكن في بطولتين الحمد لله، يمكن احنا بطولة 2006 و2008 انا كنت مشترك فيهم وقدرنا نفوز في البطولتين دول بسبب الانطلاقة الأولانية. أول ماتش هنا في القاهرة كان مع ليبيا، قدرنا نكسب 4-1 والحمد لله ختمنا البطولة بالفوز. البطولة الثانية كانت غانا، قدرنا نكسب الكاميرون في غانا 4-1 4-2 على ما أعتقد 4-2، وبرضه كانت انطلاقة قوية جدا لمنتخب مصر وقدرنا في الآخر برضه نحصل على البطولة. مهم جدا جدا ماتش الافتتاح بالنسبه لنا في البطوله، او افتتاح البطوله بالنسبه لنا، يعني ان الماتش ده بيبقى مكسب بيريح اللعيبه، بيدي اللعيبه ثقه في نفسها، خلاص هي واثقه في نفسها، مين اللي يقدر التشكيل او مين اللي يقدر يبتدي بيه، يمكن الراجل طبعا هو الاقرب للشغل اللي موجود في الفرقه، يمكن في مراكز محسومه بنسبه كبيره، خط الديفنس مثلا في مركزين او حراسه المرمى محسوم طبعا بنسبه كبيره لمحمد الشناوي، وقدامه طبعا حجازي وعبد المنعم، ناحيه الشمال في كلام ما بين فتوح وما بين احمد محمد حمدي، ناحيه اليمين برضو في كلام ما بين محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد، في نص الملعب بنسبه كبيره برضو الامور شبه محسومه، الثلاثي النني وحمدي فتحي وزينو، على اليمين محمد صلاح، على الشمال تريزيجيه، على فيرود ممكن مصطفى محمد، ده من وجهه نظر الشخصيه ده الاقرب للبدايه لمنتخب مصر بناء على اللي بيركز عليه فيتوريا، اللي بيركز عليه فيتوريا في المباراه الاولى مع موزمبيق. المكسب طبعا اكيد 100%، يعني هو المكسب بالنسبه له امر مهم جدا في افتتاح البطوله، زائد ان هو هيشتغل طبعا مستر فيتوريا، يمكن من ساعه ما تولى منتخب مصر يعني النتائج الحمد لله الى حد ما بنسبه كبيره ممتازه. هو الراجل بيشتغل على المحاور كلها بتاعته، سواء تريزيجيه ناحيه الشمال او محمد صلاح ناحيه اليمين،
دول بيعملوا له الشغل اللي هو عايزه، زائد برضو مصطفى محمد في حته الكافيرويد بيقدر يتحرك بشكل كويس جدا وبيفضي مساحات للاثنين اللي جايين من تحت. من مستر فيتوريا مركز جدا في البطوله، اللعيبه مركزه جدا في البطوله، واضح من تعاملاتهم مع بعض، واضح من حبهم لبعض في واضح في جدا يعني في ود كده في الصور وحاله حلوه بالفعل يعني. بالفعل دي عامله حاله كويسه، بتطمننا يعني، بترجعنا للتاريخ اللي كان اللي كنا بنحصل فيه على البطولات. اكيد ومش بعيد قوي يعني، من 13 سنه مش بعيد قوي. لا مش بعيده ومش كتيره علينا ومحتاجينها جدا في هذا التوقيت كلنا ان شاء الله. إن شاء الله. كابتن طارق السيد بشكرك شكرا جزيلا، كل الأمنيات الحقيقة بالتوفيق وبالقلوب لمنتخبنا القومي، وإن شاء الله المباراة الأولى هتكون يوم الأحد زي ما قلنا أمام موزمبيق. الحقيقة من الأشياء الطريفة وإنت بتتابع الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول، الحقيقة الناس هناك والجمهور زعلان جدا إن محمد صلاح مش موجود في الماتشات الأخيرة، لأنه طبعا موجود في معسكر المنتخب الوطني، فتلاقيهم اللي هو يعني زعلانين عدم وجود محمد صلاح. نتمنى التوفيق بإذن الله وجود صلاح وكل أعضاء منتخب مصر، وإن شاء الله يحققوا لمصر النصر ونبدأ بخير وسلام المباراة الأولى ونقدر نعمل نتيجة نكمل بيها بانطلاق بإذن الله. فاصل وعندي مجموعة من الأخبار في انتظار حضراتكم، أرجوكم عودوا إلينا بعد قليل. أهلا أهلا بحضراتكم. مين في مصر كده مش عايز يركب عربية؟ سواء طبعا كلنا أكيد، وبنبقى محتاجين نخرج أو نوصل ولادنا نروح المدرسة تمارين، أو يبقى معاك عربية عشان تحتاجها في أي شيء، عايز تبعد شوية عن المواصلات. لكن الحقيقة كانت الفترة اللي فاتت الأسعار مخوفة الناس ومخلية الناس الحقيقة منعاهم بشكل حقيقي يعني، ومخلية الموضوع ده بعيد حتى عن التفكير، حتى الناس قالت مش هنفكر في المستعمل لأنه كمان المستعمل غالي. لكن اللي حصل مؤخرا إن السوق اتحرك وحصل تحرك كبير كمان في الأسعار، ونتيجة للتراجع الكبير على الطلب لأنه الناس بطلت تشتري عربيات جديدة، بطلت تفكر خالص في إن هي لا يغير عربيته ولا يشتري جديد، فبقى في فرصة كبيرة حقيقية لراغبي شراء السيارات المستعملة. يعني اللي عايز يشتري عربية مستعملة بجودة عالية بقى ممكن دلوقتي، الأسعار اتغيرت. طب إيه اللي حصل؟ أسعار دلوقتي إيه؟ نشتري طيب ولا نستنى؟ وإيه اللي حصل؟ قلنا نفكر في التسعة إن إحنا نقدم لكم هذه النصيحة. مستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. هسأل يعني هبدأ بأول سؤال، نشتري ولا لأ دلوقتي؟ اللي عايز يشتري يشتري امبارح. اللي عايز يشتري يشتري امبارح، دي كلمة بقولها من 2019 بقى. بس 2019 احنا يعني لحد السنة اللي فاتت كنا قلقانين، يعني اللي عايز يشتري يشتري امبارح. انا هبدأ بالجملة دي، اللي ما اشتراش في 19 ندم، واللي ما اشتراش في 20 ندم، و21 ندم، و22 ندم، و23 ندم. طيب خليني انا في 24 دلوقتي، فاللي عايز يشتري يشتري امبارح يا يشتري فوراً بدون طيب تفكير. بدون تفكير. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل انه الاسعار هديت شويه؟ هي استقرت بعض الشيء، والكلام ده انا قلته من شهرين. قلت ان النهارده في بدايه 2024 الاسعار هتحصل هدوء بعض الشيء. ليه يحصل هدوء؟ مصر دخلت بريكس. بريكس يعني ايه؟ يعني مجموعه من الدول عندها مشكله في هيمنه الدولار على العمله عالميا. مصر انضمت اخيرا للبريكس. انت بتشتري، انت مثلا بتستوردي من الصين لوحدها ب 14.4 من 10 مليار دولار من الصين لوحدها. كل ده بتروحي تشتري دولار، والمستوردين بيشتروا دولار بالعمله الصعبه، وبعد كده يحولوه بره، وبعد كده تجيب سلعه. لا انا النهارده بشتري من الصين باليوان، بشتري من البرازيل بعملتها، بشتري من روسيا القمح بعملتها، بشتري السكر بعملتها. فاحنا كل ما انخفض الضغط على الدولار كل ما كانت الدنيا فيها استقرار، وده اللي حاصل فعلا في الوقت الحالي.
فدلوقتي انت ما فيش مشكله ان الناس تبدا تفكر تاني ترجع في سوق العربيات المستعمله، انها تقدر تتبادل السيارات، واللي عنده فرصه ما يبقاش لغايه ما يبقى عنده فرصه حقيقيه انه يشتري عربيه زيرو. فهو في الوقت يقدر يشتري عربية مستعملة. الحقيقة ده كان أهم خبر بالنسبة لنا، ونتمنى فعلا أن الناس يكون دي بالنسبة لها ما يبقاش فيه قلق. بشكرك جدا سيادة المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية. طيب ده خبر مهم، ناس بتسأل على العربيات كل يوم. تعالوا طيب نروح أيضا لبعض الأخبار بتقروا عنها، وخلينا نقرأ معاكم الخبر. كل يوم والتاني نسمع أن الداخلية نجحت في ضبط شخص علشان بيمارس نشاط في غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة الافتراضية، الافتراضية اللي هي موجودة على الانترنت. وبنسمع أنه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بيرصد للناس وبيبدأ في ضبط تقريبا كل اللي بيحصل كل يوم. طيب بيتم القبض على الناس اللي بتشتغل في هذه العملات الرقمية، وطبعا تحديدا مديكوا مثال زي البيتكوين، وده اللي بيحصل بالظبط. ده خلينا نبقى متفقين ان هو بيضر بالاقتصاد بشكل كبير. طيب هل ناس بقى بتسأل من الجانب الديني، هل ان انا اتاجر فيها او اشتغل فيها ده حرام ولا حلال؟ اسئله كتيره الحقيقه الناس بتتكلم فيها. انا حبيت ان احنا نجاوب عنها مع دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي. دكتور محمد مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك ومشاهدينا الكرام. دكتور محمد، الناس يعني برضو يعني مش فاهمة قوي مسألة البيتكوين، وفكرة انه يقولك طب ما انا بتاجر اهو موجود وبتاجر بشكل على الانترنت او على طبعا بالساحة الافتراضية، فبرضو اطلعنا هل ده بيضر بالاقتصاد؟ اقول لحضرتك ان في فرق ما بين العملات المشفرة والعملات الرقمية. قلت كده لازم يوضح للناس انه العملات المشفرة دي بتكون منصات على مواقع الانترنت بيكون ليها صيغه رقميه او صيغه بنقول عليها كريبتو كرنسيز كشغل افتراضي بيتم المتاجره بيه، بيتم التنقيب عن هذه العملات عن طريق فك شفرات معينه بيتم التداول من خلالها في تجاره غير صادره. يمكن هي دي نقطه الخلاف اللي الناس بتتكلم عنها في مشروعيتها اذا كانت حلال ولا حرام، لان هو ما عندوش اصول ان هو يتاجر بيها. رقم اثنين ان العملات المشفره عاده بتكون في خصوصيه او في سريه خارج الحسابات بتاعه الدول، يعني الدول ما بتعرفش عنها حاجه، وبالتالي ما بيبقاش لها تقنين او ما بيبقاش لها اطار قانوني ينظمها، وبالتالي المخاطره فيها بتكون عاليه جدا، ممكن تؤدي طبعا الى خسائر لا حصر لها، زي ما حصل مع عمله البيتكوين لما وصلت لارقام خياليه وبعد كده تهاوت الى ارقام متدنيه جدا، وبالتالي كانت هناك خساره اقرب للسرقات بالنسبه للمتاجرين على هذه العملات. الحقيقه احنا عندنا تشريع في مصر واخد رقم 194 لسنه 2020 ان البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي او الجهاز المصرفي حذر التعامل باي شكل من الاشكال مع العملات المشفره او الاتجار فيها او حتى الترويج لها او انشاء او تشغيل منصات لتداولها او تنفيذ اي انشطه متعلقه بها. ويمكن القانون هنا فارض عقوبات بفصل للحبس والغرامه فيما لا يقل عن 1,000,000 جنيه ولا تتجاوز 10 مليون جنيه او احدى هاتين العقوبتين. فبالتالي هو نشاط محظور من كثير من البنوك المركزيه حول العالم الى هذه اللحظه. تمام، يعني ولكن أيوه مع حضرتك. ولكن الخلط اللي احنا لازم نفك الاشتباك عنه انه في عملات رقميه بصدد انه البنوك المركزيه مع منظومه التحول الرقمي اللي بتطبق في الدول مع التحديات اللي الاقتصاديات العالميه قابلتها زي جائحه كورونا فرضت علينا ان احنا نتعامل بما يسمى بالنقد الرقمي او بمحاكاه العمله البنك نوت، ان هو يكون في وحده رقميه منها بحيث ان هي تسهل عمليه التداول. تمام. ده امر ممكن يكون مشروع خلال الفتره القادمه، وبيتم حتى على مستوى مصر دراسته من قبل البنك المركزي المصري في الوقت الحالي. ولكن سؤال حضرتك عن العملات المشفره، لا ده طبعا في مرسوم قانوني بيحظر التعامل في مثل هذه العملات نظرا طبعا للمخاطره الكبيره جدا اللي ممكن تحصل وهي عمليات النصب والاحتيال والمخاطر
التكنولوجيه اللي ممكن تحصل جراء مثل هذه المعاملات. أكيد، وكده يعني حضرتك وضحت تماما بأنه أي شيء بيكون فيه ضرر أو فيه أو غير يعني محظور ومحظور من البنك المركزي المصري، يبقى إذن هو فيه ضرر، وأعتقد أن هو نشاط مش مفروض أن الناس حتى تقوم به، لأنه فيه كمان قانون بيجرمه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فاصل قصير، بعد الفاصل مازال عندي عديد من الفقرات في انتظار حضراتكم مع التاسعة اليوم الخميس، أرجوكم عودوا إلينا. يا أهلا بحضراتكم. يبدو أن احنا يعني في شهر يناير وفي الأيام المقبلة هنعيش أجواء رياضية لطيفة، سواء مع منتخبنا في كرة القدم أو مع كرة اليد، لأنه أيام قليلة جدا تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد اللي بتستضيفها مصر في استاد القاهرة، وده هيكون في الفترة من 17 يناير حتى 27، وهتكون طبعا مؤهلة لأولمبياد باريس 2024. الحقيقة بقى وإحنا بنعترف وتابعنا وشفنا منتخب مصر لكرة اليد له تاريخ طويل، إنجازات كتيرة على المستوى الأولمبي وكأس العالم أو حتى بطولات أفريقيا. إن شاء الله البطولة دي نكون كمان موجودين وبنشجع ونكون مع منتخبنا بإذن الله لكرة اليد. الحقيقة الشباب دول بيفرحونا وبنتابعهم وبيحققوا الحقيقة نتائج جميلة، وكرة اليد بقى لها حقيقي نصيب شعبي كبير جدا، وده شيء جميل وده بمجهودهم الحقيقة. فإن شاء الله جمهورنا وعلى أرضنا نقدر نحقق بإذن الله حاجة كويسة جدا. خليني أقول لحضراتكم، أروح أيضا لخبر أنا من الأخبار اللي ببقى سعيدة أيضا بيها، أيضا لما يكونوا بيحققوا إنجاز، بيحتفل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة، واللي بيتم كل عام بهدف تفعيل اندماجهم في المجتمع وتأهيلهم ثقافيا واجتماعيا بما يؤهلهم من رفع قدراتهم وأهدافهم في شتى المجالات. قبل ما نشوف التقرير الخاص بيهم، عايزة أقول لكم كمان هيكون عندي الفقرة التالية اللي هي هتكون بإذن الله آخر فقرة النهاردة في التاسعة، فقرة موسيقية بحتة، وإحنا قررنا يوم الخميس أنه نختم التاسعة مع حضراتكم على يعني عزف رائع للكمان. العزف مش مع مجرد عازف، ده مع أستاذ، لا دكتور الحقيقة، دكتوراه كبيرة جدا، هو عازف ماهر للكمان، وهو من عائلة موسيقية بحتة، عائلة شرارة، وجده عطية شرارة، والوالد أيضا بيعزف، والوالدة والعائلة كلها الحقيقة. هو دكتور، هو مايسترو كبير، وآخر حفلة عملها حفل الموسيقى كانت موسيقى في الأوبرا المصرية في اسكندرية، وكمان طبعا هو مايسترو عظيم موجود دايما في السويد وألمانيا، وبيقدم الحقيقة حفلات ما بين التراث الشرقي والغربي، ما بين الموسيقى الكلاسيكية وأيضا يعني العزف الرائع للموسيقى المتنوعة. هنشوف ده مع دكتور محمد شرارة العازف الكبير إن شاء الله اللي هيشرفنا، ونسمع شوية كمان بقى بشكل احترافي رائع وماهر بإذن الله. لكن دلوقتي أنا هترك حضراتكم مع هذا التقرير، ونعود ونلتقي بعد فاصل قصير. عندنا 14 فصل للإعاقة المزدوجة، ودي أو متعددي الإعاقة، ودي واحدة اللي عايزين نتوسع فيها الحقيقة، لأن تعدد الإعاقة بيبقى عمل صعب، فلازم الحقيقة ياخد من الدولة المصرية اهتمام بالغ بإذن الله. من تاريخ طويل الأزهر الشريف يقبل كل أصحاب الإعاقات، ويعني كل اللي هم دلوقتي بيخضعوا لنظام الدمج، وده تاريخ الأزهر الشريف، سواء كانت الإعاقة حركية أو الإعاقة بصرية إلى غير ذلك من الإعاقات، لأن تاريخ الأزهر الشريف يشهد على هذه المرحلة في عمقها التاريخي، أن الأزهر الشريف كل أبناء المصريين بل والوافدين عليه من المتعلمين في هذا الأزهر.
سعيد جدا ان انا بتكرم وكنت في مشارك في الحدث دوت، وان انا كنت بتكلم على المنصة وكنت بناقش السادة الوزراء، وحاجة يعني بجد خطوة ناحية الامام. وده كان طبعا عايزين برضو نقول ان الفضل يرجع لكل اللي بيحصل لذوي الاعاقه ده، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حطنا على الطريق السليم، ان احنا خلانا ان احنا ذوي الاعاقه بعد ما كناش بنقدر نشوفهم داخل المجتمع بقينا نشوفهم، بقينا متواجدين، بقينا يعني الناس بقت تتعود علينا ان احنا مش ناس غريبه، لا احنا موجودين في وسط المجتمع، بنظهر عندنا جزء من المجتمع. سعيد بالتكريم النهارده، تكريم جميل جدا من المجلس القومي لذوي الهمم. حابب اشكر المجلس القومي واشكر مجلس الوزراء واشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بذوي الهمم، اللي احنا وجدنا اهتمام في عهده وما كناش بنلاقيه قبل كده. الحمد لله انا حصلت قبل كده على المركز الثاني على مستوى الجمهوريه في الثانويه الازهريه، و أنا طالب في الفرقة الأولى في كلية لغات وترجمة جامعة الأزهر، وحصلت على المركز الثاني على مستوى العالم قبل كده في حفظ القرآن الكريم. بلدنا دي بلد المواهب، يعني بجد مصر ولادة دايماً، وإحنا أهل المغنى والموسيقى والعزف. اللي شفتوه ده طبعاً مايسترو، والمايسترو يعني عالم من الموسيقى، بيبقى طبعاً ممكن يكون عازف ماهر على آلة بعينها، عاشق ليها، متدرب وخلاص عارف كل أدواته فيها، لكن الأجمل لما يبقى مايسترو لكل الآلات وألحان وحفلات وموسيقى ما بين التراث والغرب. الحفلات اللي شفتوها دي أعتقد يمكن معظمها كان خارج مصر وفي أوروبا، لكن تفاصيل، تعالوا للتفاصيل. دكتور محمد شرارة، حفيد الموسيقار الكبير والملحن عطية شرارة، اتعلم آلة الكمان من جده. طبيعي جدا الجد يكون بيعزف كمان فالحفيد يبقى متعلق، لكن الحفيد الحقيقة متربي في عيلة كلها بتعزف آلات مختلفة، تشيلو، بيانو، كمان، يعني حالة جميلة جدا. هو الآن مايسترو كبير جدا موجود في السويد، وبيقدم حفلات كتيرة مختلفة في السويد وألمانيا، وكمان بيقدم معزوفات ويكون فيها الدمج ما بين التراث الشرقي والأوروبي. سمعتوا في اللي فات ده حاجة خاصة لعبد الوهاب وليلى مراد، يعني حفلات كتير هعرف تفاصيلها. آخر حفلاته كانت ليلة رأس السنة في دار الأوبرا المصرية في اسكندرية، قاعة سيد درويش. يعني كل الكلام اللي بقوله كله جميل، سيد درويش ومقطوعات وحفيد، ويعني حاجة جميلة جدا. تعالوا كده نقرب للكمان شوية، كمان حلوين نسمعهم مع العازف الماهر والمايسترو محمد شرارة. مساء الخير. مساء النور. أكيد أنت تحب المايسترو أكتر من دكتور محمد. أنا أحب حقيقة الفنان أكتر، الفنان. يعني لأن هو الفن شامل أكتر من كل الحاجات دي، شامل كل شيء. الحقيقة أنت حفيد ليه عطية شرارة؟ يعني هل أولا العيلة دي جينات العزف فيها؟ يعني كل آل شرارة يعزفون، يعني أعتقد في تشيلو، في بيانو. مظبوط، في تشيلو، في بيانو، في فلوت. أختي خلود شرارة دكتورة آلة الفلوت في معهد الفلوت. كمان وفي كمان طبعا في تشيلو تاني أخويا عمر، وفي كمان رابع محمد محي شرارة وأحمد حسن شرارة. دول كمان برضو. ده انتوا ممكن تعملوا اوركسترا. احنا عاملين فرقه السداسي شراره اسمها، اللي هي طبعا بتاعه الاستاذ عطيه شراره، موجوده هو اسسها من زمان. الاول كانت ثلاثي وبعدين كبرت لحد ما دخل الاحفاد، فبنطلع على المسرح 12 واحد مثلا، يعني ما شاء الله مبهرين. كله واحد على آلته ونعزف الموسيقى بتاعته. والكمان موجوده في البيوت، يعني هي اهم حاجه في اي بيت شراره في غالبا كده. لا انا عندي والدتي بتعزف بيانو طبعا. بيانو. يعني هي برضو والدك تشيلو. والدي تشيلو. فآلت البيانو من الالات الاهم الحقيقه، لان هي اله بتاسس عليها السمع الموسيقي. صحيح. قبل يعني دايما الطفل بنحب ان هو يعزف بيانو الاول، او هو حتى بيحب الواحد يعزف بيانو الاول عشان قبل ما يظبط النوتة الموسيقية، يظبط النوتة والآلة مظبوطه بطبيعتها. الاله بطبيعتها مظبوطه، فبيسمع كويس قوي يعني. اكيد.
طيب قبل ما اسالك على السويد نسمع وبعدين نرجع نتكلم. نسمع. انا احب ابتدي طبعا حاجه للاستاذ عطيه شراره في ذكراه، يعني اعزف له مقطوعه ذكريات من مؤلفاته. تمام. للكمانجه نسمع جزء منها يعني. ماشي. الله، أنا دلوقتي عرفت ليه قالت الكمان بيطلقوا عليها عنوان المناجاة ومحاكاة الوجدان من كتر ما هي قريبة قوي من الأحاسيس. هي صوتها كمان بيقدر يعبر عن قوي إحساس الشخص اللي بيعزفها يعني أو المؤلف الموسيقي. وهي طبعا الآلة كمان فيها ميزة إن النطاق الصوتي بتاعها كبير قوي من تحت غليظ لحد فوق رفيع زي دلوقتي انا عزفت الجمله مره تحت ومره فوق. صح. فبتدي الوان صوت مختلفه. أكيد. دي بتبقى مهمه جدا. في بعض الالات التانية بيبقى نطاق الصوت بتاعها اقل او غليظه قوي بس. ايوه. لكن الكمانجه فيها الميزه دي انها غليظه فيها بحر من النغمات. الله. بالظبط. مختلف. طيب انا يعني طبعا لاني عارفه انه الكمان ودراستك، انت درست الاول في مصر وبعد طبعا كده عملت الدكتوراه. يعني ماجستير ودكتوراه في الخارج في ألمانيا اعتقد، لكن انت رجعت تاني برضو وبتعزف. المزج اللي بتعمله كمايسترو بقى ما بين التراث الشرقي والغربي، وكلمني كمان على الجمهور اللي بيحضر. طبعا. ده يعني طبعاً الحاجات اللي شفناها فيها عبد الوهاب وليلى مراد جمهورها اكيد مش مصري يعني مش عربي يعني. بالظبط. هو طبعا الفكره دي كانت عندي من زمان، من ايام ما كنت طالب في المعهد هنا في الكونسرفاتوار. كنت دايما تيجي مثلا عشان احنا بندرس موسيقى كلاسيك، فاحيانا ممكن الواحد علشان عارف التراث العربي بتاعه يلاقي مثلا جمله شبيهه قوي مثلا بمقطوعه لبيتهوفن، او جمله عاملها موتسرت شبه حاجه مثلا عاملها عبد الوهاب. هي مش نفس الجمله بس نفس المقام، نفس الروح. فكان الواحد يجرب كده يوم ايه ده، طب ده ممكن تتعمل بشكل عربي، فممكن اعمل مزج ما بين اما كبرت وبقيت بألف وبوزع موسيقى، ابتديت افكر ازاي ممكن اعمل الحكايه دي جوه الاوركسترا. الاوركسترا بطبيعته هو بيعزف موسيقى غربيه كلاسيك، لان الالات اللي فيه ما فيهاش رباع تون اللي هو بيتميز بيه الموسيقى العربيه. فقلت ابسط شيء نعمله ان احنا ندخل الات شرقيه في الموسيقى الكلاسيك، في الاوركسترا الكلاسيك. وابتديت افكر ايه اكتر حاجه ممكن تنفع. لقيت الاعمال الموسيقيه اللي فيها مقدمات موسيقيه زي مثلا المقدمه بتاعه ام كلثوم، مقدمه الفن بتاعه عبد الوهاب، سولو الفن بتاع كمانجا، ليلى مراد انا قلبي دليلي عشان هي على ايقاع فالس برضو. مين اكتر الملحنين او كمان لانه كان بيبقى ملحن وكمان بيهتم بالتوزيع اللي لقيت عندهم المساحه دي؟ يعني خلينا نقول طبعا موسيقار عبد الوهاب، بليغ حمدي. اكيد عبد الوهاب وبليغ حمدي، و يعني من اكتر الناس اللي برضو لفت انتباهي بيها في الموضوع دوت عطيه شراره، لان هو طبعاً متاثر بالموسيقى الغربيه. هو كان بدايه دراسته غربيه.
صحيح. فحتى المقطع اللي عزفتها دلوقتي الذكريات دي ممكن لو حد ما يعرفهاش ممكن ما يقولش قوي انها موسيقى عربيه. ايوه يفتكرها حاجه يفتكرها غربيه. حاجه غربيه. ليه مؤلفاتنا الشرقيه احنا مش 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 بنتكلم عليها رغم ان احنا عندنا تاليف موسيقي حلو؟ يعني عندنا مؤلفين موسيقيين عملوا مجهود كبير. صحيح البدايات الاولى كنا بنستخدم دايما موسيقى تصويريه في الافلام كلها موسيقى كلاسيكيه. يعني صحيح. يعني صحيح. دايما كانت الموسيقى الكلاسيكيه في اي فيلم ابيض واسود موجوده سواء ايقاع سريع او غير وكنا بنحبها. صح. بس ما كناش عارفين نميزها. بس في الوقت بقى دوت في تاليف موسيقي في الوقت دوت عربي ومصري. كان ساعتها السينما حتى متاثره بشكل كبير طبعاً. بالسينما الغربيه وبناء عليه كان الاشخاص اللي بيعملوا الموسيقى التصويريه مش المؤلفين اللي بيركبوا الموسيقى في الافلام كانوا بيسمعوا مزيكا كتير قوي فكان يسمع مؤلفه يقول دي تنفع تبقى اكشن او تنفع تبقى جزء دراما او ينفع تبقى مشهد حب فكان ياخدها من موسيقات غربيه يحطها جاهزه على الايه على الفيلم وكان عدد المؤلفين المصريين قليل ما كانش صحيح. كتير لسه ما كانش فيه اجيال كان جيل اول كان علي اسماعيل وكان عطيه شراره واجيال كان عدد قليل لما ظهرت اجيال من المؤلفين في الفتره مش الاخيره بس بعد كده في التسعينات واحنا طالعين والثمانينات بقى لا بقى خلاص بقى عندنا النهارده عندك فيلم سينمائي او مسلسل ما بقيناش بنستورد اي موسيقى بقى المؤلف الموسيقى بالعكس بقينا بنحب الموسيقى بتاعتنا جدا لان هي كمان موظفه جدا على مثلا موقف درامي او حاجه انا عارفه ان انت تاثرت بالقضيه الفلسطينيه جدا طبعا كلنا تاثرنا طبعا وعزفت شدوا بعضكم وهي جملتين ثلاثه بتغنيها سيده كبيره ولكن مؤثره جدا والسوشيال ميديا الحقيقه كان لها يعني السبق في انتشار المقطوعه دي صحيح انا لما سمعتها لقيتها جمله بسيطه جدا بس اثرت فيها قوي مع انها جمله واحده تقريبا بس لا التاثير بتاعه المقام اللي الست بتغني فيه يعني يلمس قوي الودان يعني ولامس مع الكمان جدا ايوه جدا اسمعوا مع بعض يلا بينا شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم فلسطين ما ودعتكم الحقيقة يعني هي جملة بس قد إيه فيها معبرة. شجن ومعبرة طبعا. طيب بما إن احنا بنتكلم عن موسيقى وإنت موجود ما بين السويد وألمانيا تأثرت أكتر بفاغنر وهو مهتم قوي بالآلات الموسيقية فاغنر بالذات من المؤلفين طبعا العظماء في مجال الأوبرا طبعا لان هو مؤلف اوبرات كتير صح المنافس لفيردي مظبوط فيردي في ايطاليا وفاجنر في المانيا اتاثرت بيه طبعا اتاثرت بيه لان احنا كنا ايام ما كنا طلبه حتى كنا لازم نسمع اعمال فاجنر كانت من الحاجات الاساسيه في الدراسه عندنا لان طبعا. هو عمل طفره في الموسيقى الاوبراليه الالمانيه والنهارده يعني لو في اوبرا بتتعرض لفاجنر في المانيا غالبا بتبقى كامله العدد يعني طبعا ما انا رحت اشكا بس انا فانا عارفه انه فاجنر قد ايه حاجه مؤثره وانا اللي بيعجبني الحقيقه والناس لو بتتابع موسيقى فاجنر فيها حب للالات يعني انت في موسيقى فاجنر تسمع كل اله على حده بالسولو بتاعها واضحه هو مش حب على قد ما هو فهم عالي جدا فهم. للاله وطريقه اصدار الصوت منها هو مؤلف فاهم بالظبط كل اله ايه المناسب ليها فاللي بيكتبه للفايولينز للكمانجات يعني مكتوب بالظبط للاله اللي بيكتبه لالات النفخ مختلف اللي بيكتبه لالات الخشب فهو عنده درايه وفهم عالي جدا جدا بالكتابه للالات لكل اله كل اله طيب انت ما بتتبسطش دلوقتي انه كمان مطربينا يعني يمكن الاجيال الجديده لما بتكلم على انغام وعمرو دياب وحماقي بقوا يحبوا يستخدموا الالات الموسيقيه بشكل مختلف يعني التوزيع بقت حتى في الاغاني القصيره بقى واضح يعني بقت الناس تسمع الالات اكتر من الاول اكتر منها حاجه ايقاعيه واحده جمله واحده يعني هو طبعا ده بيرجع لحاجتين اول حاجه في بعض من المغنيين اللي حضرتك ذكرتيهم هم دارسين اصلا يعني طبعاً. دارسين في معهد الموسيقى العربيه وفاهمين طبيعه الالات دي ازاي والحاجه الثانيه الناس اللي بتلحن لهم او الموزعين
زي ما قلت لحضرتك في الفترة السنين الأخيرة الملحنين والموزعين على درجة عالية من الدراسة، وفي منهم خريجين كونسرفاتوار وموسيقى عربية، ومش مجرد هواية مثلا أو كده، لأ دارسين فعارفين برضو بيكتبوا لكل آلة بشكل، عارفين إن الصوت ده أو السولو ده بيبقى كويس للآلة دي، والتوزيع بيبقى مكتوب متأيف زي ما بيقولوا على الآلات معينة. فده طبعا كل ده بيجي من الدراسة ومن دراية المؤلف أو الكاتب للموسيقى دي بشكل الآلة وبطريقة إصدارها للصوت. وبالتالي لما بيكون ليهم حفلات إحنا بنسعد بظهور الآلة بقى لما تعمل سولو، لما بنشوفها على المسرح، بنشوفها على المسرح بالظبط. ده اللي كان بيحصل حتى في وقت أم كلثوم، يعني لما كانوا بيروحوا يسمعوا نفس السولو. هو ما كان ساعتها ما كانش أعتقد فيه تسجيلات قوي، بس اللي سمع الحفلة قبل كده، لأن الحفلة كانت بتتعاد تاني، كان يروح تاني عشان يسمع سولو الحفناوي مثلا. طبعا أو اللي برضو عبد الوهاب عمل سولو رائع لأغنية الفن اللي عبد الوهاب عزفه أنور منسي. الناس كانت دايما لازم تحب تسمع السولو ده كده، يعني كل آلة طبعا ليها السولو بتاعها. ايه الحاجات اللي انت في المزج ده ما بين التراث الغربي والشرقي في حفلاتك في سويد او في ألمانيا كانت بتلقى حقيقي اعجاب؟ اكتر المعزوفات كانت ايه؟ هي الفكرة مش في المعزوفة نفسها على قد ما هو في الجو العام للحفلة. تمام. لان الحفلة بتبقى يعني فيها نوع من الضبابية في الفهم في الاول، لان اللي جاي مش عارف بالظبط هو يسمع موسيقى عربية ولا موسيقى كلاسيك. هما داخلين مع بعض. فانا بختار مثلا اسم زي شهرزاد كموسيقى معروفة لريمسكي كورساكوف، وبقوم مصدره كمشهد للجمهور الغربي اللي جاي، انك هتسمع شهرزاد بس بشكل عربي، فهو جاي على ده. وعلى النقيض الجمهور العربي بصدر لفكرة ان في مؤلفات لعبد الوهاب والفيروز والأم كلثوم، فبرضو بيبقوا جايين على ده. لما بيخشوا بقى المسرح بيكتشفوا ان ده موجود وده موجود، بس بشكل مختلف مش بالشكل اللي متعودين عليه. وطبعا اهم حاجة في الموضوع دوت ان انا ما استخدمتش الغنى، يعني مفيش حد بيغني، انا كلها موسيقى آلية فقط، موسيقى بستعمل الاجزاء الموسيقيه اللي في الاغنيه وبوظفه جوه الاوركسترا ومع الالات الشرقيه، لكن ما فيش معانا مغني. وده كان برضو تجربه جديده، لان هم حافظين طبعًا الاغاني بكلماتها طبعا، فانا ما عملتش كده. انا لا، علشان برضو ما يبقاش لو حد ما بيعرفش عربي ما يجيش يقعد يسمع اغنيه بالعربي هو مش فاهم كلماتها. وهم بيبقوا عشاق للموسيقى، موسيقى كمان جميله ان الناس تسمعها. الحقيقه يعني الوقت كالعاده بيسرقنا من كل حاجه حلوه، لكن خلينا نختم معاك. تحب تختم بايه؟ والله انا كان نفسي اعزف حاجه غربي، علشان برضو اوري الناس الفرق ما بين الموسيقى العربيه بتاعتنا المكتوبه. اللي انا دلوقتي عزفت حاجتين شرقي كمانجا، نسمعهم جزء غربي، وبرضو يعني يبقوا عارفين الكمانجا بيتكتب لها حاجات كلاسيك حلوه جدا يعني. طيب يعني انا هشكرك الاول طبعا جدا، نورتنا بجد، ونبقى سعداء بجد وانتوا كده بتنوروا في اي مكان خارج مصر، وبالذات الموسيقى الحلوه. وهنتابعك بقى يعني كل ما تعمل حاجه حلوه تيجي كده وتسمعنا يعني. اكيد باذن الله. خلاص بشكرك دكتور محمد شراره، او الفنان محمد شراره. نسمع معاك.